كل يوم اللي مقتول لحضره وبجنازة تتمسد بقبره. القاسم روحي له الفداء، ذلك الغريب كجدته الزهراء. لكن بالنتيجة حصل تشيع أم الزهراء، بس خمسة اللي شيعوها. صحيح في ريعان شبابه كجدته الزهراء، خرج غريبا، الزهراء طلعت تريد لها ناصر ينصرها، ما حد طلع ينصرها، فرجعت لدارها محزونة كئيبة. طلع القاسم يبحث على مأوى يؤويه، ما لقى له مأوى. أخذ شاطئ الفرات يمشي ويشط الفرات ويبكي. شنو اللي يبكيك؟ يحاكي الفرات، يقول له بعدك تجري ما مستحي، أنت اللي ياسة تجري بعدك. رضيع جدي الحسين مات على صدره عطشانه، يا فرات بعدك تمشي وعدك تجري، ومن يمك مشت عمتي زينب سبية، يا فرات بعدك تمشي ومنا سكينة أخذوها سبية، يا فرات بعدك تجري والعباس عمي مارتوى من عندك، يا فرات بعدك ما مستحي والأكبر إجا إلى أبيه يريد شربة ماء من شدة العطش، يا فرات ما دريت برقية شنو صار من السياط اللي تلوت على ظهرها وعلى متونها، يا فرات ما دريت الرباب بالخيمة تتأمل يرجعولها ابنها مروينة من الماء وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد، يا فرات ما استحيت لما الحسين طلب ماي لرضيعه من عمر بن سعد ومن اللؤماء، يا فرات نسيت جفوف عمي العباس انقطعان، يا فرات ما شفت زينب حينما مرت على جسد أبي عبد الله مكبوب على وجهه محزوز الرأس من القفا، يا فرات يا فرات. يمشي ناس مصيبته، وين باله يم مصيبة الحسين عليه السلام، ناسي أحزانه يم أحزان زينب عليه السلام، إلى أن وصل إلى مشرعة عليها مجموعة من البنات النساء فتيات، وحدة تقل للصاحبات بحقي زوجي فاطمة المرضية سمع اسم فاطمة، بحقي زوجي فاطمة المرضية بحق صاحب الوصية سمع ناس تذكر جد علي وجدة الزهراء عليها السلام. التفت قالها تعرفين من زوج فاطمة المرضية؟ ما قالها أنا ابنها، قالها تعرفين من زوج فاطمة المرضية؟ تعرفين صاحب الوصية؟ قالت بلي ذاك مولاي علي بن أبي طالب عليه السلام. قالها بس أنت تعرفينه؟ قالت لها هاي القرية كلها على ولاية علي. قالها عندكم محل ضيافة الضيف والنبي أنزل به؟ قالت له بلي محل الضيافة محل والدي، دار والدي جابوه وصل إلى محل الضيافة يقولون قام المجلس صماطين إلى لهيبة القاسم ابن الإمام الكاظم. ما يعرفونه غريب، اليوم الأول ما سألوه، اليوم الثاني الثالث ما سألوه، اليوم الثالث من انفض المجلس اجى إلى صاحب الضيافة كبير العشيرة قال له عمي عندي شغلة وياك، قال له تفضل. قال له أنا حبيتكم وأريد أعيش وياكم، بس أنت تدرى الضيف ثلاثة أيام ورا ثلاثة أيام ما يأكله صدقة. ما قال له أنا هاشمي والصدقة حرام علي، قال له أنا شاب وأريد أكل من عرق جبيني، أبقى يمكم بس اعطوني عمل في قبال عملي
أنا آكل وأشرب. قال له عمي إحنا بخير وأكلنا حلال عليك، هدية إليك. قال له لا أنا أريد أكل من عرق جبيني. قال له عندنا إذا أصريت عندنا عملين، اختار واحدة من عتهن، لو رعي الأغنام لو سقي الماء. قال له لا أريد سقي الماء. تقول الرواية يروح للماي ما يرجع إلا وعيونه كأنها العلق الأحمر، يحرك شط الفرات بشفه ويتوجه المن إلى كربلاء. السلام على الشفاه الذابلات، الحسين مات وهو ينادي العطش. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الخدود المعفرات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النساء على النسوة المسبيات. يرجع يبقى القاسم مدوي القبيلة، الرجل أحبه كبير العشيرة، قرر أن يزوج عند بنت وحيدة، قرر يزوج هذه البنت. حاجة زوجته قلها أنا هذا الشاب هواي حبيته وأريد أزوج بنتي. قلت له تعرف من يا عشيرة من يا بلد؟ ما ندر منين جاينا، أخاف عشيرتك يعيرونك. قالها أسئله ليلة من الليالي انفض المجلس، قل له ابني تعال عدي شغلة وياك، أنا حبيتك أشوفك بالليل تناجي الله عز وجل، أشوفك تقي ورع. قال له شنو المطلوب؟ قال له أريدك تبقى يمنا وأريد أربطك ويانا، أريد أزوجك بنتي. قال له زين. قال له وتدري أنا عرفت إلك عشيرة ما عرفت مو مهم، بس خاف عشيرتي يسألوني وأعراف. أنت ابن منين جيتنا؟ من يا بلد؟ من يا عشيرة؟ بدت دموع القاسم تسقط على لحيته الشريفة. قال له عمي إذا الزواج موقوف على هذا اترك الزواج، ما اتزوج. عرف الرجل أن في قلب هذا الشاب حسرة، أكو في صدره سر، أكو أحزان. قال له خلص عمي تتزوج حتى لو عيروني. قال لي الزوج تهيئ البنت، قال لي العشيرته تهيئون القاسم وتتهيئون لزفافه. اخواني زفوا القاسم، العشيرة انقسمت صماطين. القاسم عنده 16 اخ، ادخل بين الرجال يلتفت يمنه يسره يريد لواحد من اخوانه واقف بزواجه ماكو، يريد لواحد من عمومته. واقف بزواجه ماكو، دخل الى النساء. تدرون القاسم ايش قد عنده؟ عندما يقرب من 15 اخت، باوع ولا وحده من اخواته حاضره، ولا ام حاضره، ولا عمات حاضرات. دخل والحسره بصدره، اما ما فرحت بزفافه، اخت فاطمه المعصومه ما فرحت بزواجه. دخل زوجته، قلت له انا زوجتك، انا حليلتك، انا الي حق عليك، خبرني اخاف بنات القريه يعيرني. قل اللي زوجت واحد الى ما الى عشيره، قعد على التراب يبكي وينحب حتى بزفافه ما عده فرحه. ومرت الايام بالقاسم رزق بنت، قال له شو تسميها؟ يا الله حكى ودموعه قامت تصب، قال أسميها باسم بنت رسول الله فاطمة. فاطمة يا الله فاطمة، انت تدري اللي يسمونها فاطمة شي يقولون؟ لا تشتمها،
ولا تضربها ولا تقبح لها وجهها، اكرمها كرامة لهذا الاسم. كبرت فاطمة، صار عمرها 5 سنين، طالعة يقولون تلعب ويا الأطفال، اجت تبكي لأبوها مكسورة، قالها بابا شبيش؟ قلت له بابا الأطفال عيروني، قال طردوني، قالوا لي يا بنت من لا عشيرتنا. صعد بها فوق سطح الدار، توجه إلى المدينة، السلام على دياركم الموحشات، بني فاطمة أنت من أعز عشيرة، أنت جدتك الزهراء فاطمة. مرت الأيام آجركم الله، وإذا بالقاسم يمرض، يمرض القاسم، نادى بكبير العشيرة بعمه والد زوجته، قال يا عم جزاك الله خير الجزاء، لقد أحسنت الضيافة، أنا راحل عنكم بس أريد أتمم المعروف. قال له يا معروف، قال له أريد هاي البنية توصلها إلى أهلها وأنا راح أموت. قال أولها عشيرة من أي بلد؟ قال يا عم أنا من بلد كان مهبط لجبريل الأمين. قال من المدينة؟ قال من المدينة. قال من أي عشيرة من أي قوم؟ قال من قوم كانت تتشرب بخدمتهم ملائكة الجليل. قال هاشمي؟ قال هاشمي. قال من أنت؟ قال أنا القاسم ابن الإمام الكاظم. نادى الرجل بعشيرته وأخذ يلطم على وجهه ورأسه، سود الله وجوهنا، قبح الله وجوهنا، ولكم هذا ابن إمامنا ونستخدمه هاي السنين. قال له لا يا عم جزاك الله خير الجزاء، ما قصرت، بس هاي السنة انت راح تحج بيت الله الحرام، عرج على المدينة، اخذ هاي البنية للمدينة، اسأل عن حي بني هاشم، هي الطفلة راح تدليك، اتركها تمشي وهي تدليك. باللحظات الأخيرة ضم فاطمة إلى صدره، قال بني فاطمة اقرأي أمي عني السلام وقولي أن أبي مات غريبا. مات غريبا، مات غريبا. وفعلا وافته المنية في مثل يوم غد. ثم عرج الرجل، شيعوا بتشيع مهيب، شيعوا، عرج الرجل على مكة وراء على المدينة، خلى الطفلة تمشي من وصل إلى حي بني هاشم. مستغرب الرجل شون هالطفلة هاي راح تندل، إلى أن وصلت إلى باب دار عالية خيم عليها الحزن. سوت الطفلة، شايفين الطفل من يزعل يضربونه شي يسوي؟ يجي يخلي ايده على الحائط ويخلي راسه على ايده. خلت ايدها على باب الدار واجهشت بالبكاء، مهضومه مثل جدتها الزهراء، مكسوره محزونه. اطفال سمعوا نشيج وبكاء عند باب الدار، طلعوا وشافوا بنيه صغيره، شو تصوروا؟ مستعطيه. سائل دخلوا وخبروا النساء، واحدة من النساء هي أم القاسم، يقولون من طلعت أم القاسم دخلوا لها الطفلة، فلما رأت الطفلة نادت وولدا وقاسم. عاداك عودا ياك يا طفل عودت منين، عادا ياك وشوف جذابل من الهضم، عاداك يا بعد رويح تشاوين، عاداش تقلها قضب دير اجنبي، يا تقلها قضب دير،
يا أجنبي يا الله.